القانون 1999 هذا راهو عام اللي تحدث، كان فما نوعا ما من الفراغ القانوني في ميدان الفلاحه. نذكروا انه لا كونفونسيون دو لا بيوديفيرسيتي توجدت شهر بعد 99 هذا، يعني 5 جوان 1992. لو تريتي انترناسيونال سور لي ريسورس فيتوجينيتيك pour l'alimentation et l'agriculture, TIRPA avait toujours été kif kif bâd, en 2004. Le protocole de Nagoya, le partage, etc., des bénéfices et des avantages, toujours été en 2014. Yani, de 99 à ce moment-là, il n'y a pas de problème. En 99, la priorité de la France est de se faire un peu de mal à l'équité. Donc, il y a une priorité de cette bouteille qui a un intège kbir. وكانوا فما دوز اكورد ولا دو كونفونسيون اللي هما لا كونفونسيون لو سي دي او لورغانيزاسيون دو كوبيراسيون اي دو ديفلوبمون ايكونوميك والكونفونسيون تاع لوكوب اللي هي كما قال فرج همها الوحيد الدي اش اس. دونك باش نطبقوا الدي اش اس هذيا لي سول سومونس اليجيبل باش يتقيدوا هما لي سومونس اميليوري كو سو سوا تمت amélioration le programme d'amélioration تاعهم à l'échelle locale ou nationale ولا اللي جايين من برا. في البنك الوطني للجينات كيف يا مدام ما نخدموش كان على السومونس هذا لكن نخدموا زاده على الكوتي ليجيستاتيف. قعدنا مع بعضنا وقعدنا مع السيد حمدي مارس اللي هو كتب القانون هذا. ونا ديكورتيكي القانون هذا حرف حرف. نمشيو مع بعضنا للفصل الثامن. الفصل الثامن في الفقرة نتاعو الأخرانية شو يقول لك؟ وعلاوة على ذلك يمكن الوزير المكلف بالفلاحة بمقتضى قرار أغيتي مينيستيريال كلما دعت الضرورة تحديد طرق خصوصية لإنتاج بعض البذور والشتلات بحسب نوعها ومدى تأثرها بوسط إنتاجها. هذه تقريبا سيبتيت فاي في القانون هذا اللي احنا بالنسبه لنا احنا كبنك ناسيونال دو جيل وكيناها مدخل باش نجمو نسجلوا الاصناف هذيا اللي ما كي نو ريبوند با لي كريتير دي اتش اس. بقينا كيفاش نسجلوهم؟ ما نجموش نسجلوهم في الكتالوج اوفيسيال لانه ما يطبقش عليهم دي اتش اس. دونك خممنا في صيغه اخرى انه هو نحثوا سجل اخر اون غادير اون باراليل ما يسالش اللي هو لو ريجستر ناسيونال دي سومونس كونسيرفاسيون دي سومونس اوتوكتون كيما تحبوا نتوما نسميوها. حضرنا مع بعضنا في البنك الوطني للجينات ان بروجي داريتي مينيستيريال من 2018 ومديناه للخيان تو لي انترفونون في الدومين نتاع دو لا كونسيرفاسيون دي سومونس اوتوكتون. فما بعض الخيان اللي عطاونا الرد نتاعهم باش نحسنوا باش نقصوا بعض في التكست هذا. وفما خيان اللي تجاهلوه الحقيقه كيما بعض الخيان في وزاره الفلاحه. علاش؟ لانه ما يساعدهمش هذا. بقينا مش باش نقفوا في لو تيكست ليجيسلاتيف خاطر لو تيكست في حد ذاته كي تكتبوا وتاخذ الموافقه نتاع السيد وزير الفلاحه ويصحح فيه ماهوش حل راه واحد. لازم تحضر الارضيه اللي بعدها هي شكون باش يخدم هذا الكل؟ كي فا اسكخير سي فاريتي لا؟ وين يفا لي اسكخير؟ باسم شكون؟ شكون اللي باش يعمل لو كونترول؟ شكون هم الفلاحه امبليكي فور لا ملتيبليكاسيون؟ دونك هذا الكل غايب في تونس. اليوم في الكتالوج اوفيسيال شكون المسؤول على الكتالوج؟ هي لا ديريكسيون جينيرال دي جي اس بي سي اي. اليوم كيف تقول لها ايجا نعملوا السجل هذا المخصص للاصناف المحليه؟ تقول لك انا جيت لابيل ساعه باش نسجل الاصناف المحسنه جديده. ما عنديش لي مويان. سو سوا معناتها هيومان ولا لي مويان فينونسي. دونك هذا الكل لازمنا نخمو فيه. القانون موجود ومكتوب. اليوم كان مدوه لسيد وزير الفلاحه ربما يوافق عليه بالوقت ويتصح، لكن الارضيه اللي باش تجي من بعد هي اللي ناقصه. هذا هو.